زمن المستقبل، زمن المستقبل فيوتشر سيمبل يعني المستقبل البسيط. احنا خدنا قبل كده كذا تعبير باستخدام المستقبل للتعبير عن المستقبل، خدنا جول تو وخدنا ويل وخدنا المضارع البسيط وخدنا المضارع المستمر. سيبوكم اللي فات، خلونا نبدا. هستخدم ويل للتعبير عن المستقبل. طبعا ويل النفي بتاعها وونت، ويل النفي بتاعها وونت، معناها هنا سوف للتعبير عن المستقبل. طب امتى استخدم ويل؟ فاكرين لما قلت لكم لما يكون عندي تنبؤ بس في عدم وجود دليل، وزاوت ايفيدنس بدون دليل، يعني لما اجي اقول الدنيا هتمطر وما عنديش دليل، في الحاله دي بستخدم ويل او وونت. لو انا في عندي دليل ومثلا قالوا في الارصاد ان الدنيا هتمطر، يبقى في الحاله دي بستخدم جوينج ايه؟ جوينج تو. جوينج تو دايما بتبقى عكس ويل. جوينج تو بيبقى فيها ترتيب، فيها دليل، فيها تخطيط، اما ويل بتبقى حاجات عشوائيه، قرار سريع. لما قلت لكم مثلا حد خبط على الباب وانا هقوم افتح، هقول I'll answer، خلاص كده دوت قرار سريع كان مترتب له ما كانش مترتب له. يبقى ويل دايما بتيجي في الحاجات اللي هي مع من غير دليل، والحاجات السريعه، الحاجات الايه السريعه اللي بدون ترتيب، فدوت التعبير عن المستقبل باستخدام ويل. يعني مثلا هقول انا هرد على التليفون، I will answer the phone. دايما الجمل بتاعتها تحس ان هي ما فيش ترتيب، حاجات عشوائيه، حاجات عشوائيه، خلاص كده. طيب وطبعا النفي بتاع ويل وونت، يعني لو انا عايزه اقول مش هفتح الباب هقول I won't، ولو عايزه اسال سؤال هسال بويل، will you study English tomorrow مثلا، انت هتذاكر بكره انجليزي. كلمات الداله على المستقبل اللي هي ايه؟ tomorrow، بكره tomorrow، next، next week، next month، next year، soon، قريبا، in the future، في المستقبل، خلاص كده. دي كلها الكلمات اللي بتدل على، وخدوا بالكم من in ومده، معناها في خلال، ان ومده يعني في خلال اسبوع، في خلال شهر، في خلال اسبوعين، دي كلها برضو بتدل على الايه؟ على المستقبل. ايه كمان؟ the day after tomorrow، انا عندي tomorrow وعايزه اقول tomorrow ده بكره، طب انا عايزه اقول بعد بكره زود لها ايه؟ the day after tomorrow، يبقى بكره tomorrow. طب عايزه اقول بعد بكره اقول the day after tomorrow، دي بتعبر برضو عن الايه؟ عن المستقبل. يبقى كل الحاجات دي بعبر بيها عن المستقبل اللي مش مترتب، اللي بدون دليل، حاجه بتوقعها ولكن بدون دليل، حاجه حصلت سريعه بدون ايه؟ بدون ترتيب، مفيش فيها اي حاجه، هو استخدام ويل وونت. طبعا ويل وونت ممكن بيجي وراهم الايه؟ الانفينيتيف. احنا متعودين ان كان، كود، شال، شود، ويل، وود، ماي، ماست، مايت، كل دولت بيجي وراهم الايه؟ المصدر. بتعامل بيهم بالايه؟ بالمصدر. يعني لو جالي الفعل ماضي بجيب المصدر بتاعه، لو جالي الفعل فيه اس بشيل الاس، لو جالي الفعل فيه اي ان جي بشيل الايه؟ الاي ان جي، تمام كده؟ طيب يعني الاسئله ممكن تجيلي ازاي في الجزئيه دي؟ in the future هتلاقي علامه من علامات المستقبل. in the future هي دي العلامه بتاعتي بتاعت الايه؟ المستقبل. I think Egypt will، وجاب لي الفعل مع بين قوسين wins the World Cup، مصر هتفوز بايه؟ بكأس الايه؟ بكأس العالم. التصحيح هنا هيبقى عندي ايه؟ ها win، هتبقى ايه؟ win، لان will بيجي وراها الايه؟ المصدر الانفينيتيف، تمام كده؟ يبقى في الحاله دي استخدم ايه؟ وين. استخدم ويل. في اسهل من كده؟ دي اسهل نوع من انواع التعبير عن المستقبل. طيب do you think you will live under the water؟ ويل in the future. will in the future، العلامة عندي فين؟ كلمة in the future، لازم هتلاقي علامة للتعبير عن المستقبل، تمام كده؟ طيب think we، عايزة أقول live، طب أنا عايزة أعبر عن المستقبل تبقى will live، live هتبناها زي ما هي بس أنا هضيف كلمة إيه؟ will. will. كل التصحيحات هتجيلي بنفس المنظر ده،
فيش فيها اي حاجه. ويل او وونت او تجيب الفعل في الايه؟ الفعل في المصدر. سهله كده. ده التعبير عن الايه؟ عن المستقبل. ده الجزء الاولاني. فاكرين قبل كده بقى في الترم الاولاني كنا خدنا كلمه ايبل تو، فاكرينها؟ ايبل تو معناها قادر على. لما احط لها ام واز وار معناها قادر على، ده في المستقبل في المضارع. سوري دي في المضارع. طب عايز اقول في الماضي خدنا ووز ووير، ده اللي كانت عندنا بقى الترم اللي فات. ووز ووير ايبل تو معناها كان قادر على. انا النهارده هاخدها بس في المستقبل بس، هي دي كل الحكايه، هي تعتبر تكمله القواعد اللي احنا خدناها قبل كده. احنا خدنا قبل كده في المضارع وبعدين خدنا في الماضي، النهارده هناخدها في المستقبل. كل الحكايه ان انا احط لها ويل بي وكلمه ايبل تو معناها سوف يكون قادر على. خلاص كده. يعني مثلا ممكن في المستقبل نقدر نعيش على القمر. In the future we will be able to live. وخدوا بالكم فاكرين كان بيجي وراها المصدر to live on the moon. في المستقبل احتمال نكون قادرين ان احنا نعيش فوق سطح الايه؟ القمر. التركيبه عندي will وراها المصدر اللي هو بي، الفعل بي، وكلمه ايبل تو اللي عندي، والفعل في الايه؟ في المصدر. طيب انا هستخدمها ازاي او هستخدمها امتى؟ لما الاقي عندي علامه في الجمله بتقول لي استخدم ايبل، هتلاقي ايبل، هتلاقي تو، هتلاقي ويل بي. العلامات ديت بتعرفني ان انا هستخدم المصطلح ده. طيب هعرف ازاي برضو علاماته هتبقى نفس كلمات المستقبل ده، نفس كلمات ويل ان ذا فيوتشر tomorrow the day after tomorrow. كل كلمات المستقبل بتاعه ويل هي نفس كلمات المستقبل بتاعه ويل بي ايبل تو. طب انت هتقولي لي انا هعرف ان هو انا هستخدم دي او دي ازاي؟ في ايبل تو هيجيب لك علامه، هيجيب لك ويل بي، ده معناها ان انا هستخدم ويل بي ايبل تو. هيجيب لك ايبل، هيجيب لك ايبل تو، لازم هتلاقي علامه من العلامات اللي هتعرفك ان انت هتستخدمي هنا ايبل تو. سوف يكون قادر ايه؟ قادر على. فيها اي مشكله؟ طيب عايزين نعمل عليها جمله. will scientists will able be الاول be able to live on the moon. العلماء ممكن يقدروا ان هم يوصلوا ان هم يعيشوا على سطح القمر. ايه السؤال عندي ازاي؟ will الاول وبعدين السبجكت اللي هو الايه؟ الفاعل، وبعدين بي ايبل تو الايه؟ والمصدر. خلاص كده. ده برضو طريقه السؤال عليها. يبقى لو جالي الجمله دي من غير ويل هشوف ايه اللي ناقص عندي. انا عندي بي وايبل وتو والمصدر، يبقى ناقص لي هنا ايه؟ ويل. طب لو جاب لي ليف ليفد يبقى التصحيح هيبقى ايه؟ هيبقى في الايه؟ في المصدر. طب لو شالي بي يبقى هنحط ايه؟ بي. انا لازم احفظ المصطلح على بعضه، واللي ناقص عندي اكمله. ناقص ويل، ناقص بي، ناقص ايبل، ناقص تو، ناقص المصدر، هظبط المصطلح لحد ما ايه؟ ما يبقى كامل. يبقى ويل بي ايبل تو معناها سوف يكون ايه؟ قادر على. يبقى انا خدت حاجتين النهارده للتعبير عن المستقبل، ويل وونت زائد المصدر، ودي بتعبر عن المستقبل في عدم وجود دليل. لما ما يكونش عندي دليل على حاجه انا اعتقد ان حاجه هتحصل، انا اتمنى ان حاجه هتحصل، الحاجات دي كلها اعتقادات وتمنيات بس ما فيش عندك ايه؟ دليل واضح عليها. فانت بتستخدمي ويل. انا لو عندي دليل هستخدم مين؟ جوينج تو، لان جوينج تو بتاعت الدلائل. جوينج تو فيها ترتيب، فيها تخطيط، فيها دليل. اما ويل ما فيش دليل عندي، حاجه بتوقعها، حاجه بتنبأها في عدم وجود دليل، قرار سريع قررته، حاجه هعملها. ففي الحاله دي بستخدم ويل او وونت زائد الايه؟ زائد المصدر. ونفس الكلمات بتاعه المستقبل، تعبير عن المستقبل هي للايه؟ للاثنين. طيب عايز اقول هبقى قادر على في المستقبل، يعني مثلا انت دلوقتي ما طلعتيش بطاقه، في المستقبل ان شاء الله هتبقي قادره ان تطلعي بطاقه. خلاص كده. فبستخدم المصطلح ده، سوف اكون قادر ايه؟ قادر على. هيجي لي هعرفه ازاي؟ هيجي لي اي علامه من علامات المصطلح دوت تعرفني ان انا هستخدم المصطلح ده. ليه؟ لان نفس الكلمات اللي هستخدمها هنا هي نفس الكلمات هنا، كلمات المستقبل العاديه اللي احنا عارفينها. ها فيها اي مشكله؟ تعالوا نحل عليها بقى الجزء اللي هو صفحه 243 كتاب المعاصر.